مشاهدي قناه شوف تي في اينما كنتم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء، بالضبط من المنطقه ديال عين السبع البرنوص. الاجواء بارده سميغلي ديال البرد كما تنقولوا، وكذلك الدنيا ما عمرهاش بزاف. منطقه البرنوص وعين السبع كنعرفوا باللي فوق الصباح كتكون عامره، بلاصتك تلقاها ما كتلقاهاش في المنطقه هذه، الشوارع الرئيسيه ديالها عامره. دابا بحكم انه البرد والاجواء اللي السم ديال البرد كما تنقولوا السميغلي، فكل شيء خاوي او شوارع شي فارغه في منطقه ديال عين السبع البرنوص. يعني بالنسبه للسكنه ديال عين السبع ومنطقه البرنوص اللي ما شافوش شنو واقع في الشوارع ديالهم، فهاد اللايف هذا غنحاولوا نديروا واحد الجوله في شوارع الدار البيضاء. اجواء بارده منطقة البرنوصي عين السبع، سميح عليك السم ديال بصح، كلشي خارج مكبط، كلشي خارج لابس حوي سخان، بحكم ان الليالي حنا فيها. هذه الاجواء ديال منطقة البرنوصي عين السبع قبل منتصف الليل. حاولوا طردوا البال مع الدراري الصغار والناس الكبار في هذه الاونه هذه، بحكم انه عندهم المناعه شويه قليله، يعني يقدروا يتصابوا بسكام فيروس السكام. داكشي علاش نحاولوا نكبطوهم مزيان، نغطيوهم مزيان، نحاولوا نلبسوهم شي حوايج اللي يقدروا يكاليو على البرد. بطبيعه الحال حيت هما وليدات صغار والناس الكبار تيكون شويه المناعه ضعيفه. كما تنقولوا في الدارجه المغاربه في البرد، كله همو، كله فاش يفكر، كله باش غيسخن. يعني كاين اللي كيطيبوا شي حاجه اللي يشربوها يسخنوا بها، كاين اللي العكس، كله شنو تيدير، كله شنو تيدير. هذه الاجواء ديال البرنوصي، يعني منطقه البرنوصي اجواء لي بارده. يعني صراحه حنا في الزنقه دابا ما كنقاوموش هذا البرد هذا، يعني باز الناس اللي كيخرجوا للزنقه في يخدموا بالليل ماشي حاجه، فراه الله يحسن عوانهم. اجواء ديال السميقلي والبرد، وكذلك الشوارع اللي خاليه او شبه خاليه، هاد الشوانط هادو اللي في منتصف الليل او الصباح كيكونوا عامرين كتلقاش بلاصتك. دابا مع البرد جرى على كلشي، كلشي خاوي، الناس تقريبا راه ناعسين، سادين الشراجم ديالهم، كلشي ناعس. يعني هي الاجواء، هذه الاجواء ديال منطقة البرنوصي قبل منتصف الليل. مشاهدي الكرام، بطبيعة الحال حنا المغاربة كله باش كيسخن في هذه المنطقة في هذه الليالي هادو اللي صعاب بزاف، وعلى ذكر الليالي وعلى ذكر البرد، فالله يحسن عوان دوك الناس اللي مشردين في الزنقة، الناس اللي كينعسوا في الزنقة، دوك الناس مساكن راه لا حنين لا رحيم. راه غطاهم السماء وفراشهم الارض، حنا راه في ديورنا الحمد لله ولابسين حوايجنا ومكبطين، ومع ذلك كنعانيو من البرد ومن الطقس هذا، ومن هذه الشده ديال الطقس هذا. فما بالك بواحد مسكين غطا غير الكارطون وفراشو الكارطون، ما عنده ما ياكل ما عنده ما يشرب. فراه لا اله الا الله، نحاولوا الحمد لله على سبحانه وتعالى على النعمه اللي عندنا. يعني راه كاين شي وحدين اخرين مساكن تيعانيو، يا ربي دير لهم شي تاويل ديال الخير، وان شاء الله يشوف من حالهم يا ربي. برد مشاهدي الكرام، السميق اللي ديال بصح، الكز كنعيشوا في هاد الاونه. يعني دين الدار البيضاء اللي ما مولفاش على هاد الاجواء هادو، صراحه حتى ناس كازا ما مولفاش على هاد الاجواء هادو. فهاد الليالي ديال العام هذا شويه قاصحه، مازال غادي تجي ليالي اخرى ثاني. يعني الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير في هاد البرد هذا وصافي. عز الدين واك قال لك جو زوين خاص غير الماكله، ودير الماكله هي اللي كتسخن دابا. يعني الناس كيشربوا البيصاره، يشربوا الحسوه، يشربوا الحريره. لان المشاهدين الكرام، هذه الاجواء
اجواء البارده، اجواء اللي فارغه في منطقه البرنو ساعين السبع. نقلي هنا نودعكم، نقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، القاكم باش اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والى اللقاء.